مشكلتي شخصية وعامة بنفس الوقت، يعني بتصير مع كل العالم مو بس معي. المصيبة إنه تبدو بسيطة كتير، بس أنا ما عم بقدر لاقي لها حل. صدقوني عم آكل همها كتير، مسببت لي إشكال يومي وحقيقي. ما بعرف. يلا اختي بقى خلصينا بقى، ايه علينا؟ يلا شباب يلا شباب. ايه على مالك؟ على مالك شو صاير لك؟ يا جماعة اللي ما حاسبنا يحاسبنا، يطالع مصاري ويعطينا. لك أخي الكل دفع، هاي المرة عطتك المصاري. أخي الكل عطوني وكلهم دفعوا. لا ستي مو صحيح، في ثلاثة ما حاسب. شيخ لك حبيبي عم بقول لك الكل دفعوا، امشي وسمي بالرحمن. لا تعمل لي برز بصال، في ثلاثة ما حاسبوا، ها؟ وهي رح واقف وما رح امشي لحتى تدفعوا. شو هاد يا؟ لك فوق ما لميتهم من تحت الشمس والحراقي، هاي جزاتي؟ يا سيدي كتر خيرك، عملت معروف، يا ريت تكملوا معنا. الله وكيلك كلياتنا موظفين ومعترين، هلا منتأخر على شغلنا. ليش انا ماني معتر كمان؟ قسما بالله دافع حق السياره 1,100,000 وعليها ضريبه ما فتح ورزق، والبلديه كل يوم بتنط بدها مصاري اجار صفها بالشارع، والشرطي بده مصاري، والولاد بدهم ياكلوا، وانتم ما عاد تدفعوا. شو هاد يا؟ والله شي بجنن. استغفر الله العظيم، ولك اخي رح نتاخر على شغلنا، يعني مو وقتها هلا تقعد تحكي لنا قصه حياتك. طول بالك، الله يخليك اخي، الله يوفقك، الله يخليك تمشي. لك اختي انت ليش عم تترجي؟ شو على كيفه؟ بده يوصلنا اجباري عنه. إيه لا يا سيدي ما حذرت، اذا بتريدوا تفضلوا انزلوا. لك شو انزلوا؟ ايش الشغله على كيفك كمان؟ طبعا على كيفي، ونكايه فيك مالي ماشي، اتفضل اعمل يلي بدك اياه. شرفوا شباب كلكم انزلوا. يلعن اخت المصلحه اذا مالي مبطله من هاللحظه. شرف انزل انت يا شرف، انت ثاني لك انت لو فيك سوء ما تتصرف، هذا التصرف يا اخي والله احنا بطل ما خلاص. بدك توصلنا لحكم عدل، مش فكره لازم يصير لها سبب ولا اي سبب ثاني، المهم لازم يصير. يا فتاح يا عريف، شو بدك ياني هور من عند الصبح؟ هلا يعني اذا تاخرنا لنا شي نص ساعه مو احسن ما تموتي؟ اعوذ بالله، هلا مين جاب سيره الموت؟ بس انا لا تاخذيني، يعني بيكون الواحد منكم مقطوع تحت هالشمس وبده من الله تجي تاكسي، وبس يامن على حاله ويركب معنا بيتمقطع فينا وبده يانا نسرع. اختي انا هيك صرت، عجبك عجبك، ما عجبك حاسبينا وانزلي. اف تفضل.
في شلون بتحب تروحي على سخنايا؟ في طريقين لانه مو فراغي، بس يا ريت تروح من الطريق الاقرب. على عيني. وين صرنا نحنا؟ وين اخذني انت؟ شو وين اخذك؟ على صحنايا. ايه بس هذا مو طريق صحنايا. قلتي مو انت قلتي لي مفارقه معي واخذك من الطريق لاقرب. هذا هو الطريق لاقرب. انا حبيت اخدمك، بقى شو صار بالدنيا؟ اللي صار انه هذا الطريق اطول من هذاك الطريق بثلاث مرات. والله انا حبيت اخدمك، بس يبدو حضرتك مو مقدره هالشيء. ايه وقف عندك، وقف وبلع لك. امنت بالله على هالنهار. وهي وقفة شرفي، أعطينا 50 ليرة. نعم 50 ليرة؟ هلا هي المسافة القصيرة بدك عليها 50 ليرة؟ شو عم كذب عليكي؟ ليكل عداد 50 ليرة. شرف العمى. معقولة يا مدام؟ معقولة تداومي بعد الساعة 10:30؟ أنا برأيي ترجعي على بيتك هلا، وبصراحة راح منك 4 حصص، وصار لازم نصرف الطلاب، وبتمنى ما تتأخري مرة تانية حتى تضل صفحتك بيضة بالإدارة. يعطيك العافية.